مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بإذن الله، دائما أجواء صيفية بامتياز على كافة ربوع الوطن. الحرارة تبقى في الموعد على كل المناطق الجنوبية، ونسبة الرطوبة العالية على كل السواحل خاصة خلال الصباح الباكر. تتبع أجواء مشمسة إلى مغشى جزئيا. خلال الظهيرة تبقى تتشكل بعض السحب الرعدية نحو المرتفعات الشرقية ومنطقة الأوراس، تكون مرفوقة بأمطار رعدية محلية. على شمال الصحراء الواحات والجنوب الغربي ستخصها بعض الخلايا الرعدية المنعزلة. نفس الأجواء بمرتفعات الهوغار وتاسلي مع احتمال أمطار رعدية نحو أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد بحول الله ستتراوح ما بين 21 إلى 25 درجة بالمناطق الشمالية، تبقى مرتفعة بكل المناطق الجنوبية لتقارب 30 لغاية 33 درجة. أما بمرتفعات الهوغار وتاسيلي وإليزيد ستتراوح ما بين 24 إلى غاية 28 درجة. بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستبقى فصلية نحو سواحل مقاييس ما بين 31 إلى 34 درجة مع نسبة رطوبة عالية، ترتفع دائما بغليزان بعين دفلة معسكر شلف لتقارب 41 درجة، 36 درجة بتيزي وزو، 34 درجة بالجلفة، بثمان راس ستصل إلى 35 درجة، بينما تبقى مرتفعة وحارة من شمال الصحراء نحو أقصى الجنوب تتعدى 40 درجة، خاصة بأضرار ستقارب 47 درجة وهذا تحت الظل. البحر يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو سواحل الغربية، رياح ضعيفة إلى معتدلة خلال الظهيرة بسواحل الغربية ضمن تيارات شمالية شرقية تدور إلى شمالية غربية بسواحل الشرقية. إلى أرض الوطن، وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و54 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و53 دقيقة. شكرا على المتابعة، دمتم دائما في أمان الله.